بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفنا فيها ضيف نجم كبير، نجم حقق نجاحات عديده في فتره سابقه عندما كان طبعا بيقود خط الدفاع فريق النادي الاهلي في نهايه السبعينات وفتره الثمانينات، لكن خلال الفتره الاخيره ليه دور محوري في قطاع كره القدم بالنادي الاهلي. الدور ليس فقط في فكره التدريب، لكن ايضا في فكره اكتشاف اللاعبين واختيار المواهب الصاعده تحديدا في قطاع الناشئين، ولما لا اختيار لاعبين ايضا للفريق الاول في الفتره القادمه. ضيفي وضيفكم في الفقره الحواريه الثانيه الكابتن محمود صالح، نجم النادي الاهلي الاسبق ومدير اداره اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. كابتن محمود منورنا ومشرفنا. الله يخليك، الله يخليك يا محمد. الله اولا في البدايه قبل ما اخش بقى في التفاصيل الفنيه ومباريات النادي الاهلي في الفتره الاخيره، عندنا مباريات افريقيه، مباراه المقاصه ان شاء الله غدا، لكن ابدا بالحديث عن لجنه اداره اكتشاف المواهب. الفكرة فيما معناها والدور اللي بتقدمه هذه اللجنة لقطاع الناشئين والفريق الأول خلال الفترة القادمة. هو طبعا من التايتل بتاعها وعنوانها بان يعني دورها اكتشاف المواهب. هي ما فيش شك هي تم تكوين اللجنة ديت أو شغلها من سنتين بالظبط تقريبا 11/2016، وكان بيرأسها كابتن علاء ميهوب، ومؤخرا كابتن علاء ميهوب اعتذر وكنت انا موجود معاه يعني وعضو في اللجنه وتوليت مسؤوليه الاداره كمدير اداره. اللجنه الحقيقه دورها مهم يعني مهم جدا جدا يعني ما فيش شك يعني، وان شاء الله يعني احنا في الفتره الجايه شكل الاداء بيتطور الحمد لله. موجود عناصر موجوده مع بدايه تكوين اللجنه، كابتن ناجي خليل وكابتن حمدي برادي، وانضم اخيرا لينا الكابتن صديق الجمال. مفيش شك هي احنا يعني دورنا او الاساس اللي احنا بنشتغل عليه المهم ان احنا اكتشاف المواهب، بس المواهب اللي هي ان شاء الله يبقى في تنبؤ او في رؤيه مستقبليه ان شاء الله ان هي يبقى ليها دور مع الفريق الاول. ممكن المدرب اللي هو بتاع قطاع الناشئين ممكن في اختياراته تختلف شويه عننا، هو متولي فرقه معينه بيلعب في بطوله، قد يكون مثلا عنده مشكله في الباك رايت في قلب الدفاع بيحاول يغطيها، هو تفكيره في المرحله دي في الوقت ده في المسابقه اللي بيلعبها، لانما احنا دورنا بيتعدى ذلك طبعا في الشك، وده الدور اللي على اساسه طبعا انشئت هذه اللجنه او هذه الاداره دلوقتي باسم الاداره اكتشاف المواهب. فهي دورها مهم الحقيقه، وما فيش شك احنا على فكره اللجنه بتبذل مجهود كبير جدا، هي الناس مش شاعره بيها، احنا يعني بنلف كل محافظات مصر الحقيقه سفر وممكن ما توفقش في اللي انت بتشوفه، بيبقى عندك ناس بتساعدك في محافظات، يعني في ناس بيساعدونا كتير على مستوى محافظات مصر كلها، وعندهم مثلا وجهه نظرهم من في لعيب في مستوى في مرحلته دي يعتبر موهوب ويقدر فعلا يكون له دور بعد كده مستقبلا في الفريق الاول. هو طبعا التنبؤ ده مش 100% بينجح، انما احنا يعني كهدفنا لو قدرنا نجيب 10 ناشئين احنا متوسمين فيهم مستقبلا هيكون لهم دور مع الفريق الاول، ونجح منهم 2 أو 3 ده اعتقد ده يبقى نجاح لنا، يعني نسبه النجاح 20-30% دي اعتقد نسبه 30% مقبوله جدا كبيره جدا، واعتقد نسبه 20% كنجاح اعتقد يعني كويسة برضو مقبولة برضو. أكيد طبعا. طيب إدارة اكتشاف المواهب يا كابتن محمود في فكرتها إنك بتعتمد على إنك بتشوف مباريات دورية الجمهورية، دوري القطاعات، بتسافر محافظات ممكن توصل لدمياط للصعيد لإسكندرية مطروح، والفرق قطاع الناشئين المدربين الفنيين أو الأجهزة الفنية بتبقى مشغولة دايما في الدوري، هل ممكن بتستعينوا في إحدى الرحلات بمدرب بيتابع معاك لعيب بيشوفه ليه وجهة نظر برضو بيتابعها، ولا الاستراتيجي التعامل إزاي في هذه المسألة؟ لا احنا بنتعاون برضو مع قطاعات الناشئين، يعتبر ليهم دور معانا طبعا في الشك، موجود الكابتن فتحي رئيس قطاع الناشئين بنتعاون في اوقات طبعا بنحتاج لهم برضو ان هو متواجد مع الفرقه بشكل كبير، هو يقدر يعمل مقارنات ويبقى ليه دور في التقييم. احنا كمان بنتابع مباريات الاشبال برضو، يعني يمكن اغلب المباريات على فكره بتذاع، انتوا بتذيعوهم على قناه الاهلي، نسبه الاذاعات مباريات كثيره بتتذاع بنتابعها برضو، وعندنا برضو معلومات وعندنا رؤيه وعندنا تقييم للعناصر الموجوده في كل فرق قطاع الناشئين، يعني برضو عضو اللجنه او لجنه اكتشاف المواهب يعني يقدر يقارن بين الموجود في النادي الاهلي مستويات ايه والمستوى اللي هو بيحاول يعني بيكتب عنه تقرير فني. فهو العمل مهم التعاون يعني
ده مهم جدا، بتسهلوا الشغل كمان يعني، بتبقى طبعًا القصه اسهل. طبعا طبعا التعاون دول تعاون مهم، وان احنا نتقابل مع بعض وفي استشارات وبناخد راي بعض، وفي النهايه بنوصل ان احنا فعلا محتاجين التدعيم. انا شايف يعني، يعني وجهه نظري التدعيم، لو انا قعدت 4 سنين في قطاع الناشئين الحقيقه يمكن كان لظروف او اخرى يعني، يمكن التدعيم ما كانش ماشي بشكل كويس. تدعيم قطاع الناشئين باللي احنا الفكر اللي احنا بنفكر بيه دلوقتي، انما ده اعتقد الموسم الماضي والموسم الحالي الرؤيه او الظروف مختلفه. لا بكلم من 4 سنين. من 4 سنين اتمنى التعاون دلوقتي يعني افضل شويه من السنين اللي فاتت، اتمنى يتحسن اكتر من كده. دي المشكله اللي بيعانيها الفتره الحاليه النادي الاهلي الحقيقه، في انت عندك مشاكل في مراكز كتيره، واضطريت تعمل يعني تستعين بلاعبين من الخارج، واعتقد دي بتكلف طبعا ملايين يعني مقابل مادي كبير جدا. اعتقد الفتره الجايه نتمنى ان احنا ان شاء الله اي مع التعاون برضو مع الفريق الاول، ويبقى في برضو اجتماعات وفي تشاور بيننا ان شاء الله، وده بدات بشكل كويس مع الكابتن سيد حفيظ، يعني نتمنى يكون بشكل اعمق وشكل اكبر. مش المشكله دي ان شاء الله تتلاشى باذن الله في خلال الفتره الجايه. ممكن حتى احنا يعني يمكن عندنا تخمه احنا في القطاعات، مواليد 97 98 احنا عندنا تقريبا 30 لعيب في فرقه 97 كلهم عاملين عقود احترافيه الحقيقه. احنا برضو يعني ما جينا قعدنا فكرنا مع بعض، ويبقى تركيزنا على ايه، بنفكر في الاعمار الاقل يعني 2000 2001 2002 2003 اعتقد دي يعني. وابتدينا الحقيقه يعني، وفي عناصر ضمناها، انا ما بحبش اتكلم بتفاصيل في شغلنا يعني، دايما نحافظ على شغلنا أكيد شويه. أكيد هي سريه شعار دايما النادي الاهلي حتى في أكيد كل القطاعات. اكيد اكيد. ويعني احنا مش هنطلع نقول احنا عملنا، يعني خلي الامور دي مع يعني معانا ومع المسؤولين في النادي، بتبقى مقفوله في دايره مغلقه، وان شاء الله الناس هتحس بيها بدون ما احنا نتكلم عن انفسنا يعني. ان شاء الله يكون في خير الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله. برضه رؤيه فنيه كابتن محمود، هل بتختار اللعيب من رؤيتك ليه في مباراه واحده، ولا دايما بتحب تتابع اللعيب وتعمل ليه تقييم بعد عدد من المباريات؟ شوف، هو في مستويات بتبقى يعني عاليه جدا مباراه واحده تكفي، وفي لعيبه بتبقى يعني برضه مستوى اقل كتير بتبقى مباراه واحده تكفي. يعني نقول لو قلت لها نسب ارقام مثلا، اللعيب اللي هو بيبقى فوق ال 80% سهل تكتشفه خلال 90 دقيقه تقدر تكتشفه. الاقل برضو اقل من 30% اقل من 40% بتقدر تكتشفه. المنطقه الوسط دي هل اللعيب بقى انت عايز تقيم هل يقدر نرفض، ولا هل هو ممكن يوصل ل 80% 90% المستوى اللي انت شايف ان هو كرؤيه مستقبليه ان شاء الله يقدر يلعب في الفريق الاول لكل دور مع الفريق الاول، لازم تشوفه مرتين وممكن ثلاثه كمان ممكن. احنا حاطين نقط يعني، ممكن برضو الحاجات اللي اضفناها بيبقى في نقط احنا ممكن نحطه معايير. معايير طبعا دي سهلت لنا كتير الحقيقه، و فيها كذا نقطه يعني الحقيقه. وانا كنت قابلت الدكتور محمود سعد الحقيقه مدير اللجنه الفنيه في اتحاد الكوره، وهو الحقيقه مشكورا ساعدنا كتير الحقيقه، لازم ادي كل ذي حق حقه يعني، وادانا يعني نقط نقدر نشتغل عليها. يعني الحارس 30 نقطة، وكذلك لاعب الوسط ولاعب الدفاع ولاعب الهجوم بتسهلنا كتير، وهي مقسمة يعني الحقيقة. هو كان عاملها كويس بشكل كويس جدا يعني، بتدي احنا قلنا الدرجات دي بتبقى أفضل إنك تحول المعلومة لدرجة، ما تيجي تعمل وتقدر تقيم هتسهلك كتير يعني. ما نقدرش نقول مثلا مستوى جيد جيد جدا، بعيدة شوية. إنما احنا بندي رقم واحد ضعيف، الثاني متوسط، رقمين، ثلاث أرقام جيد، أربع أرقام جيد جدا، خمسة اللي بياخد 5 درجات الدرجة النهائية بيبقى امتياز. سهل جدا بقى، أنت بتحط في 30 نقطة وتقدر لو في الرؤية الأول بتحكم بيها، ولكن ما تبقى شيء في شيء محير عايز تتأكد من معلوماتك تلجأ للأرقام دي. بنحط بنقعد مع بعض كلجنة، في الغالب احنا يمكن اللاعب الواحد على الأقل في 3 بيشوف، احنا 4 على الأقل 3 وممكن 4 بيشوفوا اللاعب. ثلاثة بنقعد احنا الثلاثة وكل واحد بيحط وجهة نظره، وبنعمل متوسطات للدرجة دي. اعتقد دي بتدي مؤشر كويس جدا يعني، بتبقى عملية أكتر. بتبقى عملية أكتر. تمام. إذا دور اللجنة لا دور مهم جدا، أو جداً. دور الإدارة دور جداً. مهم جدا في الفترة القادمة جدا. أنا قبل ما أجي قبل ما أجي وكان الكابتن على الأول المسؤول عن اللجنة الحقيقة، كنت فاكر الدور بسيط وسهل. لا يعني أنا كانت تجربة جديدة بالنسبة لي. أنت بتشوف طبعا وبتتابع، بس ما كانتش حاجة تخصصية. لا مهمه جدا، انا شايف ان دي اهم اداره في النادي الاهلي. تمام. لان احنا انت بتختار اللاعب،
اللاعب اللي كله بيخدم عليه، الاداري والدكتور، ده هو ده اللي كله بيشتغل عليه، دكتور في خدمه اللاعب والاداري والمدير الفني والمساعد، كل الاجهزه هي متواجده لخدمه اللاعب والوصول بيه لاعلى مستوى ممكن. فانت بتشتغل على العنصر ده، يبقى انت ما فيش شك ان انت اهم لجنه في النادي. والفكره انك لما تروح كمان لقطاع ناشئين او المواهب وتكتشفها في ظل الظروف الحاليه دلوقتي في الكره المصريه، انت هتحس بمدى اهميتها على المدى البعيد، خلال مثلا 4 سنين 5 سنين هتلاقي نفسك في النهايه انت بتصعد عدد من قطاع ناشئين، قيمه عدد من اللعيبه بتتواجد في مباريات رسميه للفريق الاول انت اشتغلت عليها في فتره سابقه او من 10 سنين. طبعا حصلت حتى في مباراه شبيبه الجزائر، واحنا هنتكلم دلوقتي في تفاصيل فنيه، حسيت بقيمتها انك ممكن تلعب مباراه في افريقيا او مباراه في بطولات خارجيه بتعتمد على 6 7 من قطاع ناشئين، قيمتها هتحس بيها بعد كده في الفتره القادمه. طبعا هو اللعيب لما بيجي لك صغير اكيد العمر التدريبي بتاعه 10 سنوات يبقى جوه النادي الاهلي احسن ما يجي لك وهو قدامه سنه سنتين ويصعد للفريق الاول. لا، والاساس بادئ بقى الاساس من تحت، تتعلم طريقه اللعب، الشغل البدني، الشغل الفني. تمام، لما يجي لك 10 سنين افضل ما يجي لك 12، ولما يجي لك 12 احسن ما يجي لك 15، لان المفروض في النادي الاهلي التدريب ماشي بشكل كويس، الاجواء، اللعيب بيبقى عنده طموح، شايف خلاص، حس لبس التيشيرت، حس بقيمته. تمام، حتى لو صغير بيحس بقيمته، ما فيش شك، بترفع معنوياته، بتديله الثقه، المستوى التدريبي بيبقى افضل من الخارج، متابعته للناس الاكبر منه سنا. يمكن دي مأثره علينا شويه، احنا زمان لما كنا بنلعب في قطاعات الناشئين كنا كلنا موجودين في الجزيره، فانت بتتابع كل التدريبات، تتابع الماتشات الوديه طبيعي، كنا صغيرين والنجوم الكبار بيخلصوا التمرين وبيقعدوا يتفرجوا عليك، بيدوك ثقة في نفسك وبيشجعوك، ودايما شايف اللاعب الكبير اللي هو بيمثل لك قدوة ومثل أعلى لنفسك تبقى زيه قدامك بتشوفه كل يوم. دي بتزود دوافعك، بتزود طموحك. نقطة مهمة، النقطة الأهم بقى إنك ما بتيجي تصعد للدرجة الأولى الرهبة دي خلاص لحد كبير بتتلاشى، مش بتتلاشى نهائيا، بس أنا شايف اللعيب واتفرجت عليه، خدت الجو بالظبط. وحتى اللعيبة كانوا دايما يسلموا علينا كويس وبرافو ويثنوا على أدائك وأنت صغير، عارف في الترابط ده. فهي بتزود الطموح وبتخلي اللعيب ثقته في نفسه اكتر، وفي نفس الوقت زي ما قلنا ان ما بيجي يبقى عنده فرصه ان شاء الله ربنا يوفقه ويصعد للفريق الاول، الرهبه دي بتبقى مش موجوده او مش بتتلاشى 100%، انما عنده ثقه انه يقدر يلعب مع الزمالك، بيتابعهم وبيحبوه وفي علاقات طيبه. وحتى اللعيب ان هو صغير بتلاقيه مكتشف حتى على مستوى الجماهير، الجماهير كانت بتيجي الماتشات اللي بتتفرج على ماتش ودي للنادي الاهلي او في التدريبات في الجزيره، تلاقي قبل الماتش الرسمي او الماتش الودي سوري بتاع النادي او قبل التدريب بيبقى في ماتش قطاع ناشئين بيجوا يتفرجوا. يعني انا يمكن لعبت متاخر في النادي الاهلي، بس وانا صغير عارف الكردي الله يرحمه، عارف طاهر ابو زيد، عارف علاء ميهوب، كابتن اكرامي من هو عنده مثلا 15 سنه معروف لكل جماهير النادي الاهلي. فيمكن دي النقطه بس اللي كانت سلبيه في انتقالنا لمدينه نصر. عارف يا كابتن محمود، هي الفكره اللي بتتكلم فيها وعايزين نضرب امثله عشان برضه تبقى الناس عايشه معانا الحدث وعارفه ايه التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها. اخر مرحله لقطاع الناشئين كان بتشتغل بنفس الاستراتيجيه دي وحتى استفدنا بيها على المدى البعيد، لو نظرنا حتى عشان ننقل الحديث عن فريق الاول لكره القدم وعنده مباريات دوري ومباريات افريقيا، ما حدث في مباراه شبيبه الجزائر. لك ان تتخيل يا كابتن محمود ان التشكيله الاساسيه اللي بدات فيها هذه المباراه ما يقرب من حوالي من 6 إلى 7 لاعبين من مدرسه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، محمد الشناوي حارس المرمى، محمد هاني الظهير الايمن، ايمن اشرف المساك، وسط الملعب عندك كريم نيدفيد، عندك اسلام محارب، عندك رمضان صبحي، بعد كده لما نزل ناصر ماهر، فبتتكلم في قوام اكثر من 60-70% في التشكيله الاساسيه في مباراه خارج مصر. ريحه او لون تيشيرت النادي الاهلي متغذف لعيبه اتبنت وبدات واساسها كان في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. مفيش شك طبعا، نفس الكلام اللي في سياق حديثنا، كل ما زادت فترات كل الكلام اللي قلناه الايجابيات بتاعته طبعا مفيش شك، ودي حاجه كويسه. يعني يمكن كنا قبل ما نطلع على الهواء يمكن حضرتك رجعت لي المعلومه دي، يمكن انا ما كنتش يعني مركز معاها كويس، وضحتها لي الحقيقه، ودي حاجه كويسه طبعا. وبتاكد ان دور قطاع الناشئين مستمر، الناس بتهاجم ساعات قطاع الناشئين بفتره بيبقى في تراجع، انا معاك ممكن يكون التراجع حصل بنسبه بس مش لدرجه الفشل، يعني لسه الاساس عندك، الاساس عندك، وان شاء الله انا متفائل الحقيقه. واحنا مع الشغل احنا خبرات كبيره، يعني في شك كابتن ناجي خليل ده يعني اسم كبير، وعلى فكره في شك لف يعني محافظات مصر لسنوات طويله، مش واخد حقه الحقيقه، وانا شخصيا بتعلم منه الحقيقه. وكابتن برضو حمدي برادي خبرته كبيره ولعب في
لعب على المستوى الدولي ولعب كتير في الفريق الاول، وصديق جمال برضو منضم حديثا وكان برضو احدى عناصر الفريق الاول فتره من الفترات. انا متفائل جدا وان شاء الله يعني الاكتشاف كل ما كان مبكر كل ما يكون افضل، ما في الشكل صالح الكوره في النادي الاهلي. طيب ده كانت بدايه حديثنا عشان نوضح للناس بالظبط ايه الدور المنوط بلجنه او اداره اكتشاف المواهب خلال الفتره القادمه، ودينا مثال في ختام الحديث عن هذا الموضوع بست سبع لاعبين لعبوا مباراه الاهلي وشبيبه الجزائر في الجزائر في بطوله افريقيه، ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وازاي المدرسه اللي بدات فيها قطاع الناشئين في النادي الاهلي خلال سنوات سابقه يعني الفريق الاول بيحصد هذه النتائج خلال الفتره القادمه بالدفع بعدد من اللاعبين كانوا من ابناء او من مدرسه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب كابتن محمود، الفريق الاول في الفتره القادمه عندنا مباريات مصيريه، عندنا مباريات مهمه جدا، في مباريات هتفرق في ترتيب جدول الدوري خلال الفتره القادمه. بالنقله بقى وبالحديث عن الفريق الاول، اولا عندنا مباراه مهمه جدا جدا، مباراه مصر المقاصه غدا ان شاء الله في استاد برج العرب في الساعه 5 مساء. كيف ترى هذه المباراه بالمعطيات الاخيره للفريق الاول سواء في المباريات الافريقيه او بالصفقات الجديده اللي انضمت للفريق الاول؟ شوف، عايز اقول لحضرتك حاجه، المفروض الانديه الكبيره التفاوت بين اداء اللاعب الاساسي او البديل المفروض تبقى قريبه جدا، يعني طول الوقت هناك صراع. يعني انا حسيتها ما بديت العب في الفريق الاول، في صراع موجود وتنافس شريف موجود بين اللاعب اللي هو في الوقت الحالي بيلعب اساسي واللاعب البديل، مستويات متقاربه. انا ضد مقوله ان النادي الاهلي بيبقى فيه انا يعني في عناصر مهمه وعناصر اساسيه ما فيش شك بتغيب، انما هي يمكن اقدر اقول بالنسبه للنادي الاهلي يمكن على طول تاريخه والتاريخ اللي حققه النادي الاهلي الكبير، التاريخ الكبير اللي حققه الحقيقه كان دايما مستويات متقاربه. انا افضل يمكن اللاعب الاساسي ده يمكن خبرات زياده، فترات بيلعب فتره يمكن الفتره او اللعيبه في الفريق الاول بتبقى اكتر من اللاعب اللي هو طالع من قطاع الناشئين او لاعب جاي منضم حديثا للنادي الاهلي، بتبقى الفرق بالمستوى بسيط، انما هو في تنافس، هو قريب. وعلى فكره ما فيش حد بيمشي مستوى واحد، لا الاساسي ولا البديل. يعني هيجي فترات في حاله هبوط الفورمه الرياضيه تقل والحاله التدريبيه تحت اي مسمى بتقل عند اللاعب الاساسي، يجي دور اللاعب البديل. واعتقد ده المفروض بيميز النادي الاهلي وفي الانديه الكبيره حتى يستمر ان هو طول عمره بيحصل البطولات ودايما بينافس على البطولات ودايما عامل ريكورد في البطولات سواء على المستوى المحلي على المستوى الافريقي على المستوى العربي. فدي ميزه الحقيقه في النادي الاهلي. يعني كل الكلام اللي انا بقوله دوت على انا عايز اقول انا ما بعتبرش اللاعب البديل ده يعني احتياطي او بديل، لا هو في تنافس مع اللاعب الاساسي. ونقطه مهمه جدا لازم اقول، اللاعب اللي بيلعب بقى واللي بيجي فتره تلاقيه بيشترك وبيثبت وجوده هو اللاعب اللي حاسس ان هو مش بديل، لا انا فتره ممكن ده زميلي بتنافس معاه هو في الفتره دي متفوق عليا، انما انا اقدر هيجي وقت هتفوق عليه. بس المهم انا من الذكاء ان انا اكون جاهز للنقطة دي للحالة دي للفرصة دي، جت وجت حطيت فرصتك تقدر تبقى انت شغال برضو لفترة لعيب اساسي. وده طول ما المستوى ده في كل المراكز متواجد هيبقى النادي الاهلي بخير. انا برضو يعني بوجه رسالة للعيب اللي هو بيحس ان هو طالع من قطاع الناشئين او منضم حديثا من الخارج، انت داخل على النادي الاهلي والنادي الاهلي استعان بيك واصبحت فرد من الفريق الاول، انت عشان انت كويس وان انت مش اقل من اللاعب الاساسي، لا انت في حاله تنافس معاه، الافضل اللي هو اللي بيلعب، ممكن هو يجي له فتره افضل وانت يجي لك فتره ويجي له هبوط في المستوى، انت تبقى انت بديل ليه وتؤدي المهمه على اكمل وجه. لازم يشعر الشعور ده. لو هو عنده احساس بقى انه عنده احباط، اصل انا احتياطي، اصل المدرب ما بيلعب، انا ما بحبش النغمه دي خالص. يعني هقول مثلا علاء مهما ابتدى يلعب فجر بقى اساسي، طارق ابو زكي عنده 17 سنه لعب بقى اساسي، كابتن اكرامي 17 سنه ولا 16 سنه بقى اساسي. يبقى هو الشخصيه هنا مهمه جدا، وده مش دور اللاعب، دور المدرب ودور المسؤول ودور المدير الاداري، ان هو طبعا لازم يزرع دي في اللاعب. لو هو شايفها ان هي مش موجوده فيه لازم يقعد معاه ولازم يتكلم معاه، لازم يكون ليك دور، لازم انت مش مجرد مدرب انك بتدرب الملعب والتدريب بينتهي ودورك بينتهي، لا او انت اداري انك بتنظم الحاجات محتاجه الفريق ودورك بينتهي. لازم انت بتكتشف وانت عندك اللعيب اللي بتشوفه مصمم ان هو يلعب وبيأدي وبيقاتل في التدريب انت شايفه، واللعيب اللي عنده
مستوى عالي وممكن يلعب وممكن يبقى اساسي وعنده الصفات الاراديه ضعيفه، لا انت تقول له وتحمسه وتديله ثقه في نفسه. لازم نشتغل على الحته دي، النقطه دي مهمه جدا، واعتقد دي هي اللي بتمثل ميزه في النادي الاهلي. حتى لو في فترات على مستوى المواسم هناك منافسين افضل منك، انت بتتفوق عليهم في نتائج أكيد. وحتى على مستوى المباريات اللي بينك في المواجهه، ممكن انت بتقابل نادي الزمالك او الاسماعيلي، لو عملنا تقييم كده نتيجه ظروف اصابات او او او، وتلاقي احساسك ان الزمالك متفوق فنيا، لا، الصفات الاراديه دي المفروض اللاعب يتحلى بيها واتصل بيها، سواء اساسي سواء احتياطي، بيلعب في نادي كبير في نادي صغير، لان هي دي اللي هتخليك تكمل وخليك توصل دولي، وخليك بدل ما تلعب سنه واثنين وتختفي تخليك تلعب 10 و12 سنه على مستوى الفريق الاول. في ناس لعبوا في النادي الاهلي 15 سنه، وفي ناس مثلوا، ربيع ياسين لعب في النادي الاهلي 12 13 سنه، اساسي في النادي واساسي في المنتخب. هي دي يعني، دي نماذج المفروض يعني نتمنى. يمكن شوف احنا الحديث اخذنا الموضوع دور المدرب ودور في حاجات تانية، فدي نقطه مهمه جدا جدا، واعتقد النادي الاهلي بيبقى شغال عليها، واحنا بنذكر الناس برضه، بنذكر اللاعب وبنذكر المسؤول الاهتمام بالنقطه ديت. مباراه مصر المقاصه، اولا في ترتيب جدول الدوري مصر المقاصه في المركز الثالث ب 30 نقطه، طبعا في يعني جاب كبير قوي في عدد المباريات، المقاصه لعب 18 مباراه، لكن الاهلي في المركز الرابع ب 14 مباراه 27 نقطه. الفوز كم مباراه؟ الاهلي 14 مباراه، المقاصه لعب 18 مباراه، في فرق اربع مباريات 16 نقطه بالظبط، لكن المقاصه في المركز الثالث ب 30 والاهلي مركز رابع ب 27 نقطه. اولا الفوز مهم، لكن شكل المباراه، ترتيب المباراه، التنافس اللي انت بالتاكيد عايز تتواجد في المركز الاول او الثاني، وعايز توصل بسرعه بعدد المباريات المؤجله وتتواجد في المقدمه، شايف المباراه ازاي في ظل انت كمان عندك لعيبه كانت بتلعب في افريقيا وعندها مباريات افريقيه خلال الفتره القادمه، وانضم عليك في قائمه مباراه الغد صالح جمعه، اول مباراه محليه ليه هيكون موجود في القائمه بعد غياب حوالي ما يقرب من سنه الا حوالي 10 ايام يعني، فبالتالي شايف المباراه ازاي؟ هو المباراه طبعا في غايه الاهميه، يعني ما فيش شك انت عايز ترجع وتخش في التنافس، اعتقد عندنا فرصه كويسه ان شاء الله، بس زي ما قلت هي نقطه الصفات الاراده، لازم الاراده تكون موجوده عند اللاعبين. اللاعب اللي هو بعيد عن التشكيل وما عندوش اراده يعني وعنده احباط انا بعتبره هو يعني مش على مستوى المسؤوليه، لان الدور هيجي عليك، فانت لازم تكون يعني مستعد تمرينك كويس وقد الجديه عشان ما يجي الدور عليك تأدي دورك بشكل جيد. ده دي اسالك على صالح جمعه يا كابتن محمود، اسف للمقاطعه، بس صالح انا كنت عايز اقول النقطه دي. يعني صالح جمعه بعد الغياب الطويل ابتدى يتواجد بشكل كويس بعد قيده في الفتره الاخيره، بدنيا بيتم اعداده بقاله فتره حتى في مباريات وديه، لكن في مباراتين هيفصلوا قبل اخر موعد للقيد الافريقي، فرصه طيبه بالمثل اللي حضرتك بتتكلم عليه ممكن لصالح، لرامي ربيعه، لعمرو جمال. يعني انا يمكن الاقرب في اللعب هو صالح جمعه في التوقيت ده، يعني انا اسف اللي بقول الكلام، بس صالح جمعه بيؤكد اللي هو ايه، اللي اداؤه سلبي للفريق مش ايجابي. يعني ما فيش شك تقريبا كلنا نتفق ان المفروض صالح جمعه يكون اساسي في النادي الاهلي، واعتقد امكانياته الفنيه يعني تسمح له او تخليه قادر فعلا على تمثيل النادي الاهلي بشكل اساسي. ضيع سنه، ضيع سنتين من عمره، يعني انا مش عايز اقول له بقى نصيحه، انما يعني لازم يستغل الفتره الجايه دي بشكل كويس، ان شاء الله يخش في القائمه الافريقيه، وهيبقى دوره، انا شايف ان هيبقى دور كبير، بس اللعيب اللي بيبعد فتره ويجي له احباط وانا بعيد وانا 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 مش ملتزم في التدريب او خارج التدريب، يعني انا فرصه عمرك يا اخي تعمل نفسك اسم ومجد والفرصه مش هتتعوض تاني. فهو بالصوت يعني بالمناسبه يعني زي ما انت قلت وديت نموذج كويس لصالح جمعه، انا شايف يعني يستعيد بقى ثقته في نفسه، المفروض عنده ثقه في الامكانيات دي، عنده ثقه كبيره. هو راجع بشكل مختلف بصراحه، يعني انا بنتابع التدريبات وبحضر التدريب بشوف لا راجع بفورمه بدنيه وفورمه فنيه، أتمنى. والجهاز حتى ابتدى يعتمد عليه في مباريات وديه عشان يجهزه للمباريات الرسميه. اتمنى يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، واعتقد هو يعني ان شاء الله يثبت وجوده ويبقى ليه دور في البطوله الافريقيه ان شاء الله، الاهلي محتاجه يعني. طيب. سعد سمير عاد من جديد لقائمه الاهلي بعد فتره غياب، لكن بيغيب ايمن اشرف للانذار الثالث. مفيش فرويد في مباراه المقاصه، لكن موجود جونيور ارجاييه بعد ما لعب مباراه شبيبه اخر ربع ساعه، الجهاز الفني لاسارتي اعتمد عليه وخده في القائمه في مباراه المقاصه. التشكيله ممكن تتوقع تكون مختلفه عن مباراه الشبيبه الجزائريه يا كابتن محمود، ولا شايف ان التشكيله بنفس الاداء او بنفس اللاعبين عشان يكون في ثبات للتشكيل في الفتره الجايه؟
هو التغيير هيبقى اضطرار، يعني ممكن زي ما حضرتك قلت مثلا ايمن اشرف عنده انذارين وممكن سعد سمير يبدا، يعني ممكن سعد بجوار ياسر ابراهيم، ممكن انه التغيير هيبقى في حدود ضيقه طبعا في الشكل، لان هي طبيعي في اصابات كتير. يعني البديل المشكله في ايه تعرف يا محمد؟ هو الاصابات الكتير قوي بتزيد قوي، انت مش عندك مشكله في بدايه ال11 اللي بيبداوا، انت عندك مشكله كمان في البديل، لان انت لو الصفوف مكتمله هتلاقي البديل قريب جدا، مستوى قريب جدا يكاد يكون نفس المستوى اللعيب الاساسي تمام. انما ما يكون في اصابات كتيره هتلاقي البديل بعيد بقى، انت جاي بتكمل من قطاع الناشئين، بتكمل من لاعب لسه خارج من اصابه، فهي المشكله في العناصر اللي بتبدا بيه المباراه، وايضا بتمثلك مشكله في وجود بديل قوي، يعني ناس بدلاء اقوياء يقدروا يعوضوا اي مشكله او اي اخفاق او اي هبوط في المستوى في العناصر الاساسيه اللي بتبدا بيها الماتش. انما شاف التشكيل طبعا هيبقى يعني في اضيق الحدود، وشوفوا اجايه مثلا، بص من اول ما نزل بقى له قد ايه ما بيلعبش كتير، انا مش فاكر من منتصف سبعة الماضي يعني ست شهور تقريبا، بنتكلم في حوالي خمس شهور. طيب بص اداؤه كويس، اكيد كان بيتمرن بجديه، واكيد عنده هدف وعنده اصرار وعايز يرجع تاني يبقى اساسي وعايز يبقى دولي، اعتقد طلب قبل كده ولعب دولي النوعيه دي كويس، هي النوعيه دي اللي بتستمر. اتمنى لو بص اقول لك حاجه، لو الشخصيه دي موجوده في النادي الاهلي متوفره في كل العناصر وكل اللاعبين، ما في انت ما تخافش على اي بطوله النادي الاهلي مش كده. هي دي اللي هي دي الفاصل، لان هي دي اللي بتخليك تتفوق، هي دي بتأدي 90 دقيقه بشكل كويس، قتال في الملعب في كل، ولو جيت لتاريخ اللعيبه على مستوى النادي واي نادي وعلى مستوى المنتخبات هتلاقي دايما اللي حققت اسم كبير وحققت تاريخ كبير ليها شخصيا ولناديها وساهمت في حصول المنتخب وناديها في بطولات كتيره، هتلاقي هي النوعيه دي. طيب احنا كان عندنا حظ لما طلعنا في الدرجه الاولى، يعني انا طلعت 81 كلهم شخصيات قياديه، شخصيات قياديه، الله يرحمه كابتن ثابت، كابتن اكرامي، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده كان كابتن الفرقه، مش عايز انسى حد. كل ايه ده نفس الشخصيات دي، فاحنا كان حظنا كويس دايما النصح، ودايما هم مثل اعلى لينا وشايفين بيأدوا ازاي. كابتن مصطفى عبده كان الكابتن وكان اكبر واحد عمرا انا كنت دايما اتمرن معاه، حبيت اتمرن معاه، الحاجات اللي هي بتبقى في حاجات بتبقى زوجيه في التدريب، تنافس في جري، تنافس في حاجه، كنت على طول هو يندهلي وانا احب ابقى بس معه. في الجري كانت صعبه تحصل، هو اسرع شويه مني المجري. طبعا طيب انما كان بيتمرن احسن منه، يعني شوف خلاني انا ابقى اكتسب الصفات اللي عنده. هي بتبقى طبعا اللعيبه لما تكون بتلاقي كباتن كبار وشخصيات قياديه في ربنا يديله الصحه كابتن مصطفى عبده، اسم كبير طبعا، ربنا يديله الصحه يا رب. طيب في الجبهه اليسرى برضه هطرح عليك رؤيه فنيه، علي معلول اساسي خلال الفتره الاخيره وفي ضغط ماتشات وفي استعداد لبطوله افريقيه الفتره الجايه، ممكن يبدا بمحمود وحيد ولا يستمر علي معلول في الجبهه اليسرى؟ لان محمود وحيد انضم للقائمه مباراه المقص. شوف احنا يعني انا مش متابع، احيانا بتفرج على التدريب متابعه بس بشكل عشان اقدر اقول حكم نهائي الحاله التدريبيه فين. اللي عنده فورمه رياضيه افضل مين هتبقى صعبه، يعني انا كلامي هيبقى ناقص شويه بالظبط. انما لا انا اعتقد لازم يبدا برضو معلول الى حد كبير ماشي بشكل اساسي، انما هي في ايه بقى، ما انا ممكن استعين بمعلول قدام يبقى زي الهاف وسط شمال يعني او وسط ايسر ويلعب تحتيه محمود وحيد مثلا عشان ابدا ادخل محمود وحيد شويه شويه. ممكن احيانا انت بتضطرك الظروف انك تغير في التشكيل وفي المراكز بعضها بعض، لما كل الاصابات كتير او في مركز معين في اصابه والعناصر مثلا العنصرين الموجودين في شكل اساسي مش متواجدين، انت بتغير في يعني ممكن تقول ايه افضل 11 انت بتحط سبعه في مراكزهم وعندك اربع مراكز فيها مشكله، ممكن يبقى فيها تغيير، يعني دي ممكن دي بتحصل بس لما يكون عدد الاصابات في ظروف النادي الاهلي دي، يعني ممكن لازارت المدير الفني يلجا لكده انه يغير في بعض مراكز اللعيبه، يعني كان في فترات مثلا احمد فتحي بيلعب في الوسط الارتكاز وسط المدافع، بتسموها كابتن محمود مرونه تكتيكيه بالظبط، طبعا ده المسمى اللي بتسموه في التدريب، هو طبعا اللعيب اللي هو بيقدر يأدي في اكتر من مركز بيبقى عنده ميزه. فهي يعني احيانا بتضطر لكده، اللي انت شايف بتفكر فيه عنصرين او ثلاثه بس حالتهم كويسه بس ممكن هيبقى في اختلاف في المراكز شويه، الاصابات بقى كتيره بتخليك تعمل كده، بتخليك تضطر لده، تضطر لده. وبس انت في نفس الوقت انت بتقيس الاداء بترتيبك وبتقييمك ان ده احسن تشكيل تقدر تلعب بيه، ده هيحقق احسن اداء برغم الاختلاف في بعض مراكز اللاعبين، بس ده بتضطر ليه طبعا ما يكون في اصابات، وده موجود في حاله النادي الاهلي زي ما قلت لك، ممكن يبقى
محمود وحيد هو اللي قدام يعني، ممكن زي ما كريم نيدفيد لعب باك رايت ولعب، ممكن تلعب بيه قدام هاف رايت. بس زي ما انت حضرتك قلت برضو، هي المرونه التكتيكيه اللي عندك، اللاعب اللي يكون عنده مميزات دفاعيه وهجوميه بيقدر يلعب في اكتر من مركز بيسهل لك القرار ده. مباراه المقاصه يا كابتن محمود هي ممكن تكون مباراه كبيره فنيا وفيها نسبه اهداف عاليه، ولا شايف المباراه هتبقى تكتيكيه مباراه مقفوله؟ لان لو بصينا على الاحصائيات او الارقام او ترتيب المقاصه في الدوري العام، لا ممكن تكون مباراه فنيا قويه جدا. فريق المقاصه عامل نتائج متميزه، ماشي بشكل جيد، 30 نقطه في المركز الثالث، فاز 9 مباريات، تعادل 3، خسر 6، نسبه التهديف كمان 21 هدف. فتترى يعني تتوقع انها تكون مباراه كبيره؟ مباراه صعبه طبعا، مستوى متقارب. النادي الاهلي محتاج الاداء القوي بتاعه، الاداء الاساسي اللي المفروض يلعب بيه نتيجه الحاجات كتير اللي اتكلمنا فيها، يمكن ما وصلش لافضل مستوى، فدي هتخلي برضو المقاصه قريب منه. انما اعتقد ان شاء الله في الفتره دي النادي الاهلي يكون اداؤه افضل، وان شاء الله يحقق نتيجه كويسه وعشان يخش في التنافس زي ما قلنا في شرق حديثنا. بس هي النقطه اللي انا بختلف فيها مع ناس كتير، اقول لك مباراه مقفوله ومباراه مفتوحه. هي المباراه مقفوله ومفتوحه حسب مجريات المباراه. لا انا بمتلك الكوره بقدر الامكان، لازم احاول افتح ثغرات، احاول افتح مساحات العب فيها فهي تبقى مفتوحه. المفروض انا اسعى لكده، وتكتيكي ولعبي وادائي ان انا اخلق مساحات اقدر العب فيها بالتكتيك اللي انا بعمله، تمام؟ وفي نفس الوقت انا في حال الدفاع يبقى لازم انا اضيق المساحات، ولازم اقفل الملعب على الخصم وعلى المنافس. فهي مفيش مباراه مفتوحه 100%، ومفيش مباراه مقفوله 100%. انت امتلكت الكوره فانت لازم عايز تفتح يعني خلي الفتح في المساحات في الناحيه الهجوميه. خلينا نحددها والمسمى يبقى مظبوط. عايز افتح مسميات عامه؟ لا انا افتح الملعب، تمام، اقفل المساحات دي كلها، افتح الملعب او افتح المساحات دي في الناحيه الهجوميه عشان اخلق لنفسي فرص، والعكس في الناحيه الهجوميه اضيق المساحات اقفل المساحات. هتبقى في الدفاع ولا في الهجوم؟ يبقى حسب سير المباراه. يبقى في الدفاع يبقى مفيش بقى، خلينا نتكلم، مفيش مباراه دفاعيه بحته ولا مباراه هجوميه بحته، قصدي مباراه مفتوحه يعني فيها فرص او مباراه مغلوبه. كل مباراه النهارده الانديه الكبيره حتى اللي تبقى كسبانه سكور عالي وفرق كبيره وفرق فرق بينها وبين الخصم مستوى كبير، ما بتفقد الكره. في فرق ريال مدريد وبرشلونه حاليا بيلعب في تلت الدفاع بتاعه برغم ان هو مش في احتياج، لا نتيجه المباراه ولا الفرق المستوى، بس هو خلاص تكتيك التعود، ارتداد سريع وقفل المساحات، هي كده يعني. احنا خد بالك التكتيك ده متاخد من الهاندبول ومتاخد من الباسكت، يعني ده انتقل من الهاندبول ومن الباسكت. حتى اللاعب الاشول اللي بيلعب ناحيه اليمين عشان تبقى الرجل اليسرى بتاعته تبقى داخل للعب وللتصويب اسهل، برضه متاخده من الهاندبول. يعني الهاندبول الجناح على طول من زمان بيلعب الجناح الايمن بيلعب ايده اليسرى عشان الجون يبقى مفتوح منه في التصويب، عشان لما يضم على الدايره يعرف بالزبط بايده اليسرى يبقى الجون مفتوح اكتر. احنا خدناها من الهاندبول. هتلاقي برضه تضييق المساحات ده والفاست بريك والهجوم الخاطف السريع والهجمه المرتده السريعه، كل دي متاخده يعني. خد بالك في تكتيكات بتتاخد من الالعاب وبعضها. زمان ما كانش فيه الزون ديفنس ولا ان انا النهارده الباسكت او الهاندبول كل الفرق بتعمل اول ما يفقد الكره على الدايره عشان يضايق المساحات. تخيل بقى الملعب مفتوح يعني النتيجه بدل ما تبقى مثلا 20 18 ممكن تبقى 50 48 مثلا. فهي يعني اقصد هو ده يعني، هي في النهايه بنقول ما فيش مباراه مفتوحه ومباراه مقفوله بالنسبه للفريق، انما هي مزيج حسب ظروف الملعب وظروف اللعب وظروف مستوى المنافس، حاجات كتيره طبعا. شكل الاهلي الفني الفتره الاخيره كابتن محمود، بما انك بتتابع بالتاكيد فريق الاول في مبارياته الاخيره، الشكل اختلف ما بين فتره كارتيرون على لاسارتي في الفتره اللي جايه؟ اعتقد هيبقى التدعيمات وبعدين التنافس زاد في الفرقه. انت التدعيمات ديت هتخلي التدريب، يعني كنت عايز اقول نقطه يعني قبل ما اقول النقطه ديت، ان مشكله لما يكون عندك 10 مصابين انت التنافس داخل الملعب في التدريبات قل. صح. بمعنى انا مثلا لما انا بلعب قلب دفاع دلوقتي الملعب على ازاره هيبقى اصعب كتير قوي من انا لما العب على مهاجم جاي من قطاع الناشئين او مهاجم خارج من اصابه او تمام. يبقى انا هتدرب افضل وهحافظ على مستواي افضل، وكذلك في كل المراكز. يعني انت التنافس اللي جوه الملعب ده، ما هو كل التدريبات ما بتبقاش كلها بتتعمل، في تدريبات كتير قوي بتتعمل دفاع وهجوم او فرقه وفرقه او سمول سايد جيم في مساحات صغيره، كل دي فيها تنافس. يعني النقطة اللي أنا عايز أقولها، الإصابات دي بتبقى مشكلة بتأثر عليك في الماتشات الرسمية،
وبتأثر عليك برضو في مستوى الأداء في التدريب، مستوى التنافس بيقل. احنا كنا الشكل الفني مع لاسارتي اختلف، هيبقى افضل عشان التنافس ده هيزيد. الصفقات هتدي بالظبط تنافس داخل الملعب، يعني حتى انا وصفقه جديده مش هيستعين بيا كشكل كاساسي، يعني ليه دور في المباراه الرسميه، انما انا ليه دور في التدريب. لازم اللاعب يحس ان في لاعب منافس ليه، لازم عارف انه اي هبوط في المستوى او اي دلع او اي استهتار هيقعد وده هياخد مكان. بدليل ان حتى ياسر ابراهيم جه دخل، رمضان صبحي بدا، حسين الشحات دخل وبدا، متوقع حمدي فتحي كمان في مباراه المقاصه يكون له دور او متواجد مع الفرقه. وممكن دول لسه ما وصلوش لمستواهم الحقيقي، يعني رمضان عنده احسن من كده، وحسين الشحات عنده احسن من كده، وياسر ابراهيم عنده احسن من كده، بس انا احساسي ان هم عايزين يادوا افضل اداء. انا احساسي اكيد انا متوقع ان حسين مثلا شحات هيكسر الدنيا الايام اللي جايه، عايز يعمل كل حاجه في الكوره. انا احساسي، يمكن دي تيجي اللي هو شغال في الكوره اللي عنده الحس ده. يعني اللي لعب واللي درب هيجي له الحس، انا عندي الحس ده، وزمايلي المدربين واللي لعبوا كوره عندهم الحس، لا هيجي. ودي انا شايف، يعني في ناس تقول لك الله يعني مش فين مش 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 المستوى المنتظر منهم، لا هيجي، هتيجي ان شاء الله في اقرب فرصه، هتيجي وفي اقرب وقت ان شاء الله هتيجي. اخر سؤال متعلق بالدوري العام عشان ننتقل للبطوله الافريقيه، لسه المنافسه شغاله في الدوري؟ طبعا لسه، يعني نقدر نتكلم عن التنافس هيبقى قوي او تبان شكل المنافسه لما الفرق كلها تلعب عدد مباريات واحده، لان عارف المستويات متقاربه. بمعنى انا يعني بنافس الزمالك او بيراميدز، عايز اصعد ومشارك في التنافس ده. يعني لو في تفاوت في المستوى بين اربع خمس فرق في انديه المقدمه والباقي دول بعيد، هيبقى الموقف عليا صعب. انا كنادي اهلي اوصل، لان الزمالك هيقابل فرقتين بينافسوه والباقي كله سهل. لا انا شايف التنافس اللي فوق في المنطقه الوسطى، وحتى في التنافس على الهبوط، انا شايف فرق كان ممكن يكون ليها دور افضل من كده، وكان ممكن تحقق مستويات اكتر من كده، بتنافس على الهبوط زي بتوجيت مثلا. فده اعتقد هيدينا امل ان المباراه كلها صعبه، الزمالك هيلعب كل الماتشات صعبه، وبيراميدز كل الماتشات عنده صعبه، فدي هتبقى عندنا، دي هتبقى مديها فرصه اكتر للنادي الاهلي ان هو يقرب من التنافس. انما لو في 10 12 فرقه بعاد عن مستويات ضعيفه، لا هيبقى صعب انا اوصل، لان الزمالك هيقابل الفرقه دي ويبقى سهل يفوز عليها ويحصل على 3 نقاط، هيصعبها لي. انما لا، الزمالك عرضه ان هو يخسر في اي مباراه، واحنا عرضه نخسر في اي مباراه، وبيراميدز عرضه يخسر في اي مباراه، دي بتدينا امل ان احنا عندنا فرصه الدخول في التنافس على البطوله. وعندك امل في نقطه ايجابيه، انك لو كسبت كل مبارياتك المؤجله هتوصل للمركز الثاني، وممكن تضايق الخناق على المركز الاول بفارق نقاط قليل. بس هو 8 تقريبا بيننا وبين الزمالك، يعني حاليا لو كسبنا 27 نقطه، الزمالك 41، لكن الزمالك لعب مباراتين اكتر. فاذا 41 يعني فرق 14، نخصم 6، نتكلم في 8 8 نقط. ان شاء الله لو كسبنا مباراتين ولسه هتلاعب الزمالك مباراتين، عندك 2 فيهم 6 نقاط. ما انا بقول لك اللي بيديني الامل، الزمالك هيلعب كل مباراة صعبة، حتى لو متزايل الترتيب الجدول المباراة هتكون صعبة، دي هتدينا فرصة أكتر. لآخر 3 فرق في الدوري، المصري والإسماعيلي وبتروجيت. شفت بقى؟ طب بمنتهى الصعوبة، إيه الفرق بين الفرق بين الإسماعيلي ولا المصري واللي بيحتل المركز الثالث مثلا المقصة أو سموحة؟ مستويات متقاربة جدا. أكيد. خلينا يعني دي حقيقة واضحة للناس كلها. إن شاء الله دي بتدينا أمل إن إحنا إن شاء الله، بس إحنا نكسب. ما هو الاساس عندك تكسب مباراتك اللي باقيه ان شاء الله. بالظبط. طيب المباريات الافريقيه مختلفه بقى، انت في ترتيب مجموعتك متصدر المجموعه ب4 نقاط، فزت على فيتا وده فريق قوي جدا وكان وصيف الكونفدراليه في المباراه الاولى 2-0، سافرت الجزائر عملت مباراه حسب الاجواء والظروف خرجت بنتيجه ايجابيه 1-1، فبالتالي انت متصدر المجموعه. فيتا بعديك ب3 نقاط، سيمبا ب3 نقاط، وشبيبه الجزائر بنقطه واحده. بدايه يعني شكل المجموعه وكبدايه في اول جولتين يا كابتن محمود، شايف التنافس هيبقى ازاي؟ مش عارف، احنا دايما عندنا طموح وامل، يعني تمنيات طبعا، حتى ما تبقى حاسس شويه ان في صعوبه بتقول لا ان شاء الله احنا هنتصدر. بس شوف اللي يعني فيتا كلاب كسب تسيمبا 5، وتسيمبا كسب شباب الثوره 3. الثوره بتتنطق كده؟ الثوره بالسين. الثوره كسب 3 يعني، وانت كسبت فيتا، ممكن دي تديك مؤشر ان انت هل المباراه هتكون فيها يعني حاسمه بينك يعني. انما هو فيتا، وان شاء الله الاهلي وفيتا اعتقد هم الاقرب للصعود يعني. طيب شكل المجموعه يا كابتن محمود، البعض ممكن يعتقد ان هي مجموعه سهله، بس الفرق كلها بتكسب بعض،
لا المجموعه صعبه. اولا المجموعه على المستوى الجماهيري مجموعه قويه جدا، لان الاربع فرق اربع فرق جماهيريه. ثانيا الاهلي وفيتا هو وصيف دوري دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. سيمبا من الاسامي الكبيره هناك في تنزانيا، وعايز اقول لك يا كابتن محمود ان لو بصيت على قائمه فريق سيمبا التنزاني عندهم لعيبه محترفين في دول فيها لاعبين بيلعبوا في منتخبات بلدهم. يعني سيمبا من تنزانيا عنده ما يقرب من حوالي 6 7 لاعبين بيلعبوا في منتخب تنزانيا، لاعب من زامبيا، لاعب من رواندا، لاعب من اوغندا، لاعب من كوديفوار ده بيلعب في مركز المساك. فرقه عندها امكانيات جيده جدا، حتى معدل تهديفهم في البطوله بدءا من الدور التمهيدي حتى مباراه فيتا مسجلين ما يقرب من حوالي 17 هدف، فمعدل التهديف كبير. عندهم مشاكل دفاعيه لكن على ارضهم فرقه شرسه. فرقه فيتا نفس الفكره، فرقه تعتبر في الكونغو الديمقراطيه مصنفه بعد مازيمبي، عندها لعيبه متميزه جدا في الدوري الكونغولي، عندهم لعيب مسجل 50 هدف وهو اخر مباراه قدام سيمبا مسجل هدفين، مسجل 50 هدف في اخر حوالي اربع بطولات افريقيه، فمعدل التهديف عالي. فريق جزائري فريق شمال افريقي، عارف انت ما بين مصر والجزائر الفرق الجزائريه عامله ازاي، وعندهم لعيبه برضو بيعتمدوا عليهم من مريديه وهران من شبه القبائل اتحاد العاصمه، فبالتالي عندهم خبرات. طبعا انت المعلومات مهمه، يعني انت دايما الفرقه تواجهها لازم كل المعلومات، لان من المعلومات ديت انت بتقدر تحقق حاجات كتيره. حتى لو على مستوى الطموح مفيش شك ما كانش موجود في افريقيا على فكره على ايام، بس الموضوع كان مختلف. يعني زمان انت في افريقيا كنت بتلعب المنتخب، يعني كوتوكو ده منتخب غانا، منتخب غانا ما كانش فيه احتراف. طبعا ما كانش فيه احتراف والدنيا مقفوله، بس جت فتره ما كانش فيه حد بقى بيستعين بلعيبه دوليه من القاره، كان دايما طموح يبقى يلعب بره وداخل القاره ده مش موجود. انما يعني المعلومه دي لا بتاكد الفرقه عندها طموح وعايزه تنافس وعندها طموح تفوز ببطوله. في شكل الاغراءات الماديه بقت رهيبه، تخيل يعني مثلا اللي بيوصل دوري الابطال الفوز مش عارف 3 مليون دولار وما 2.5 البطل 2.5 مليون دولار بالظبط، مش عارف ما بيدخل او مع اول مباراه في بطوله العالم للانديه مش عارف بياخد مليون دولار كمان وعنده امل يزيد. دي ارقام فلكيه مش على مستوانا احنا، حتى مستوى افريقيا العمله الصعبه العمله المحليه الضعيفه، فبقى عندهم طموح وبيفكروا. ومع كمان زياده الاحتراف الخارجي ده اللاعب نفسه كناحيه شخصيه فرديه هو عنده طموح، انا بلعب في فرقه محليه عندي هلعب على بطوله، نفسي اروح احترف في تونس فتبقى خطوه لاوروبا، احترف في مصر يبقى خطوه لاوروبا، ممكن بطوله افريقيا الانديه. طبعا ما فيش شك ان كل اللي هم مش عايز اقول لسه مصر اللي هم وكلاء اللاعبين دي بيتابعوها وبيكتشفوا اللعيبه و بيبقى عليها اضواء ما فيش شك، فالطموح زاد وفرق زادت طموحها واللعيبه زادت طموحها في شكل وضع مختلف جدا عن الاول. طيب بعد اول جولتين يا كابتن محمود الاتحاد الافريقي لكره القدم عبر موقعه الرسمي يعني طلع الاحصائيات الرسميه بمشاركه الفرق ال 16 في دوري ابطال افريقيا، لفت انتباهي احصائيه النادي الاهلي في جزئيه مهمه جدا. واحنا بنختم بطوله افريقيا العام الماضي نسبه استحواذ الاهلي مع كارتيرون سواء في مباراه وفاق الصيف او مباراه الترجي لم تتخطى ال 38%، لكن مع لاسارتي نسبه الاستحواذ مختلفه يا كابتن محمود. مباراه فيتا انت انهيت المباراه بنسبه استحواذ 60%، في الجزائر وانت خارج الارض نهيت المباراه بنسبه استحواذ 52%. مقياسك ليها او معيارك لهذه الارقام شايفها ازاي؟ هو ممكن واحد يقصها مش على يعني اقول نقطه بس واحده يقول لك لا المهم الاهداف، اوكي بس الاهداف مش هتيجي غير ما تكون الكوره معايا، او الناحيه الدفاعيه برضو الاهداف مش هتدخل مرمايا او الخصم او المنافس هيسجل غير ما يكون الكوره معاه. فهي هي طول ما الكوره معاك انت مفيش خطوره عليك، وطول ما الكوره معاك انت بتمثل خطوره على المنافس. انما هي في بعض الاحيان بيفوز اللي اقل استحواذ، بس في النهايه برضو الاستحواذ مهم وبيدي مؤشر امتلاكك للكره اكتر من المنافس، كونك انك تقدر تحتفظ بالكره اكتر من المنافس اعتقد ده يعني مش عايز اقول بيمثل، بس هو مؤشر من ضمن المؤشرات اللي بتمثل تفوقك وبتمثل نجاحك. وفي النهايه انت عشان تكسب لازم الاول تحتفظ بالكره تبقى معاك، وبتمثل كمان ان في شغل فني اختلف في فتره عن فتره. طبعا 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 ممكن في أداء شكل الاداء شكل الاداء التكتيكي اختلف. يعني هي في النهايه الى حد ما بتدي مؤشر كويس، تمام يعتبر نجاح، يعتبر نجاح بصرف النظر عن النتائج. والفتره الزمنيه قليله، يعني مباراه وفاق الصيف ومباراه الترجي في شهر 11، احنا بنتكلم في مباراه دلوقتي في شهر 1 شهر 2، يعني المسافه مش بعيده عشان تغير الشكل الفني ده للافضل
الا في خلال شهرين، فده نجاح للاسارتي. هو بشكل عام لا، الاداء تحسن، ما فيش شك الاداء تحسن، والاداء تحسن اكتر الفتره الجايه، واحنا يعني الاهلي بيرجع بسرعه ان شاء الله، ان شاء الله هيرجع بسرعه، مش بيرجع يعني يرجع للقمه، يعني للقمة، مش يرجع لمستواه بس، لا يرجع لمستواه ونتيجه وللقمه ان شاء الله بالظبط. طيب النقطه السلبيه اللي خدتها من الاحصائيات يا كابتن محمود هي مساله التسديدات. في مباراه فيتا احنا سددنا 4 تسديدات طول 90 دقيقه، واحده فقط كان بين القائمين والعارضه. في مباراه فيتا 19 تسديده لكن 7 ما بين المرمى. تقييمك لمساله التسديدات في مدى اتقانها ومدى حرص الفريق على التسديد بشكل قوي؟ انا بحييك انك يعني تابعت وتعبت وجبت المعلومات ديت. ان شاء الله تكون كل المعلومات موجوده عند الفريق الاول وعند الجهاز الفني. الارقام بتدي مؤشر، يعني انت شايف التسديد قليل، لازم ابقى مركز عليه تحت ضغط دايما، يعني خلي التدريب كله تحت ضغط في مدافع، ما بقاش بقى انا ما بحبش التصويب ده اللي هو بيبقى يعني تبص لك وواحد يصلحها لك وتصوب، يعني موقف مش موجود خالص في في المباراه بالظبط. ممكن يبقى ليه دور ليه مع الناشئين اكتر، انك التكنيك بتظبطه في حاجات تانية كتيره، انما لا وصل اللعيب للمستوى ده لازم كله يبقى تحت ضغط ويبقى في تركيز. انت شايف التصويب كان قليل، لازم تحط تدريبات كتيره فيها تصويب. يعني ده حصل اخر تدريبين على فكره قبل السفر للاسكندريه، الراجل عمل فقره تخصصيه مع عدد من اللعيبه، مش هذكر اسامي عشان الشغل الفني، ابتدى يشتغل تدريب تخصصي بعد التدريب على التسديد على المرمى من مسافات مختلفه واماكن وزوايات مختلفه داخل الملعب. انت بتحط يعني الارقام بتديك صوره طبعا، انت بتحط البرنامج التدريبي، في مدرب بيحطه اسبوع، في مدرب بيحطه شهر، في مدرب بيحطه سنه، ومحدد كل الاساسيات اللي هيشتغل عليها، انما هو لازم يكون هيتغير، لان امتى يتغير؟ لما يكون لما التدريب يبقى فيه مرونه بالزبط. لازم يكون عارف التدريب ده فيه مرونه، وامتى هيكون فيه مرونه واغير؟ لما اجيب الاحصاءات دي يبقى انا هغير، انا عامل تدريب بشكل معين، لما احلل الاداء بتاعي ويبقى فيه قصور، الكرات العرضية ضعيفة، التصويب ضعيف، في حاجات في النواحي التكتيكية الأساسية الدفاعية مش موجودة، يبقى لازم. وهو التدريب الفردي مهم جدا، عايز اسالك على كريم، أساس من أساسات التدريب يعني. أكيد طبعا. عايز اسالك على كريم نيدفيد يا كابتن محمود. كريم خلال المباراة الأخيرة الأداء والشكل اختلف حسب المهام الفنية والوظائف اللي خدها في الملعب، يعني مباراة شبيبة الثورة كان من ضمن ثلاثة لاعبين في خط الوسط بجوار السولية وبجوار إسلام محارب، لكن أكتر اللعيبة اللي كان ليها صناعة أهداف أو تحرك داخل مرمى المنافس وتمريرات أمامية كان كريم نيدفيد. شايف صورة مشاركة كريم مع الأهلي الفترة الأخيرة مختلفة تماما عن الفترة السابقة؟ أنا شايف إن كريم عنده صفات إرادية كويسة، يعني هو كنا في سياق حديثنا برضه بنقول اللعيب البديل ما تحسش انك بديل، انت اساسي او انت بتشارك الاساسي، عشان ما تيجي الفرصه تتمرن بجديه وباهتمام وبروح كويسه عشان ما تجيلك الفرصه. انا بعتقد اكيد ده كان تفكير كريم بدليل النتائج، هو نزل وخلاص عامل حسابه ان انا هبقى ايه؟ خلاص فرصه جات لي ان انا ابقى اساسي. اكيد. لا اما في مركزي في المركز المؤقت باك رايت لا اما في مركز الاساسي بالظبط اللي هو وسط المدافع. هو حلو اللعيب يكون عنده اكتر من مركز ويبقى عنده مرونه تكتيكيه زي ما قلنا، بس التثبيت في مكان بقى مهم برضه، يعني ماتش بقى مشتت بقى، ابدل هنا وابدل هنا، ماتش هنا ماتش، لا العب لي 5 ماتشات هنا ممكن اغير الماتش السادس وارجع، عشان برضه يكون اقدر النادي الاهلي يستفيد بافضل اداء للاعب هو او غيره، وبالتالي نحقق نتائج كويسه. كابتن محمود صلاح انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، القينا الضوء على امور كثيره سواء الفريق الاول او حتى دور لجنه او اداره اكتشاف المواهب خلال الفتره القادمه. نورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا محمد، شكرا وكل التوفيق ليك. سعيد اني معاك. اكيد يا كابتن، ده شرف ليا. الله يخليك. اكيد باذن الله. شكرا ليك كابتن محمود. شكرا جزيلا. شكرا. فقره كانت مهمه وفيها تفاصيل فنيه مهمه جدا، وتحديدا كمان الحديث عن اداره اكتشاف المواهب خلال الفتره القادمه ودورها مع قطاع الناشئين، وازاي هذا القطاع كمان كان ليه دور في فترات سابقه في الدفع بعدد من اللاعبين متواجدين خلال الفتره الحاليه مع الفريق الاول في المباريات الافريقيه. لكن كل التوفيق يا رب لفريق النادي الاهلي. عندنا بكره مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه مع مصر المقاصه، وبعدها كمان ب 72 ساعه مباراه وادي دجله، ثم المباراه الافريقيه مباراه سيمبا ان شاء الله في برج العرب في الاول من شهر فبراير القادم. وباذن الله الاهلي يتخطى كل هذه المباريات، لان بالتاكيد نسعى للفوز بالدوري ونسعى لحصد اللقب الافريقي خلال هذا العام باذن الله. بعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الكابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق. بعد الفاصل.